حضرتك بتصل في الشرطة دلوقتي؟ حاليا يعني هو من حوالي 20 يوم الشرطة بقت 100 100. يعني رجعت زي زمان؟ يعني ممكن تقول 80%، مش زمان ده زمان، 80%. ده كويس، احنا برضه بنتقدم يعني، مش 80% قدر كويس. لازم الواحد يصل فيها الشرطة عشان الأمن والأمان. يعني هي رجعت لدورها تاني؟ كان في فترة غياب للأمن وكده. أنا حاسس بأمان بنسبة معينة. حضرتك بتثق في الشرطة والأمن حاليا؟ أكيد الحمد لله، يعني نوعا ما كويسين. طبعا والأمن موجود برضه، بس هو يعني زي الأول. كان الأول أحسن؟ لا مش أحسن ولا حاجة، هو دلوقتي برضه في الأمن كويس وكل حاجة، بس هو التهديد اللي حصل ده هو اللي بيخلي الأمن يعني، بس الامن يا من دول شغال كويس والله 100 100. يعني بتثق في الشرطه ليه؟ زي ما هم يعني، ما يحصل جديد يعني. يعني حضرتك ما بتثقش في الامن او مبقتش؟ زي ما هم هو كده اهو، انت بتصوري قدامك يعني، لا ماشي عكس ولا كده ولا كده، والمرور واقف زي ما هو، ما لهمش دور يعني. لا لا لا، بالنسبه للامن هو مش كل الاماكن الحاجات اللي هي معينه اللي فيها سواح وفيها اماكن لازم تتحرس، بيحرسوا اماكن اكتر ما بيحرسوا افراد. المناطق العشوائيه ما فيهاش امن خالص، فيها بلطجه، فيها اللي هم بتوع الميكروباصات هم اللي مسيطرين على الاماكن، يعني مسيطرين على الامن، هم بتوع الامن، ما فيش شرطه خالص، ما فيش كمائن، ما فيش اي امن خالص. شكرا. الحمد لله الشرطه طبعا هي اللي حاميه الشعب وهي اللي حاميانا، وربنا بيديها في بقى في الشارع بطاطيه وصيح، لان كمان عايز ماشي بس السكينه على بتوع التكاتك وبتوع الملاكي والميكروباص، ومسكوه بتوع التوك توك ضربوه بهدلوه. طب ما هو ده مش من اثر غياب الشرطه؟ يعني الشرطه مش موجوده عشان كده البلطجيه طلعوا؟ طبعا الشرطه مش هتفضل قاعدين في الشارع كل الليل طول النهار. هم مش فاضيين لواحد معين، هم طبعا بيدوروا على الخسائر اللي حصلت في بلدنا. بلدنا خربت طبعا، كل اللي ليه حاجه نهبها واللي ملوش نهب وبقت خراب يا بنتي. شكرا. واحنا يتامى وملناش معاش ولا لينا حريه وقفتنا دي، وربنا يخلينا الحكومه حميانه. بعد الثوره هي راجعه بحذر، يعني بدات تخاف، مش تخاف، بدات تعمل حساب المواطن وبدات تتعامل باحترام، يعني هم شافوا بعد الثوره اللي هم ما كانوش متوقعينه او في اثناء الثوره يعني، لكن هم بداوا ينزلوا حتى بيتكلموا دلوقتي باخلاق وبادب ونوازل، لما تلاقي حد فيهم بيتعامل بعجرفه زي الاول. غيروا في زمان اهو لحد ما يعني بقوا احسن؟ اه كتير طبعا. شكرا. السلام عليكم. حضرتك بتثق في الشرطه؟ بصراحه لا. ليه؟ يعني مفيش امان، لسه عيل عندنا مستخبي ومتاخد منه موبايل وفلوس عند كوبري المظلات اللي هو تحت الكوبري بتاع المظلات، والواحد بيشوف حاجات كده برضو مش حاسس ان في شرطه. مفيش امن يعني في البلد؟ لا 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 مفيش امان. شكرا.